بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ماذا عن التجارب والضيقات في مشيئة الله؟ لما بنقول لتكن مشيئتك، أكتر استخدام ليها عند الناس اللي هو استخدام يعني الناس اللي متجربة وتقول خلاص لتكن مشيئتك، يعني كأنه مفيش حاجة تتعمل. إنما فكرة مشيئة الله في الضيقات والأحزان دي، كل ما نفهمها كويس يمكن يبقى رد فعلنا للتجارب أحسن كتير. موضوع كده شغلني بعنوان لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. آية غريبة أول مرة أفكر فيها. في سفر أشعياء في آيات كتيرة قوي تستحق التركيز. دي أشعياء 9، الآية بتقول لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. الأول معناها البسيط إيه؟ اللي هضيق عليه زيادة هنور عليه في نفس الوقت، اللي مش هضيق عليه هسيبه في الظلم. فاهمنا؟ وأنا هفهمها كده، لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. تاخد ضيقة مع نور ولا تاخد راحة مع ظلمة؟ يلا الباكج، اختار، تحب تختار ايه؟ لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، بدل متضايقين قوي يبقى كمان حرام تبقى ظلمة، خلاص ندور عليهم. بقول المعنى ده في ذهني شخصيات كتيرة شفتها يعني في حياتي، اتضايق عليهم زيادة قوي، يعني ربنا ساعات ايه يمسك واحد كده يتوصى بيه. انما الغريب فعلا ان الآية دي دقيقة جدا، الناس اللي ربنا ضيق عليها قوي كان وشهم منور او كان قلبهم منور، كان عندهم تعزيات غريبة، كان عندهم افراح ما تتناسبش ابدا مع كمية الاحزان والضيقات اللي عندهم. بيبقى الواحد عاوز يروح يطبطب عليهم، هم اللي يطبطبوا عليه. بيبقى الواحد مش عارف، عاوز اقول كلمة ربنا يسامحني عليها، يعتذر لهم سلف عن ربنا، عاوز يقول لهم ما تزعلوش من ربنا، ويفاجأ ان هما بيحبوه جدا ومش زعلانين خالص وقابلين منه كل حاجه بفرح. ليه؟ لانه لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. ربنا له حكمه، اللي يقرص عليه جامد ينور عليه ويفرحه بطريقه عجيبه مش بالعقل. تعالوا نقرا الايه. لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الزمان الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. إيه الكلام الغريب ده؟ تعالوا الأول نفهمها تاريخيا. أشعياء قبل المسيح ب 800 سنة، وفي الوقت ده أغلب الأسباط بعدوا عن ربنا، فأشعياء واحد من الأنبياء اللي قلبه واجعه طول الوقت. الناس ماشية غلط. أغلب اليهود بيعبدوا أوثان، فإحساس صعب قوي على نبي إنه بيخدم ناس مش فارق معاه ربنا. وهو شاف بعين النبوة إنه كام سنة كده وهتيجي أيام صعبة جدا على اليهود، وهيجي السبي وآلافات هيتقتلوا وهتبقى شغلانة صعبة قوي. فهو شاف ان ارض نفتالي، ارض زبولون اللي هي المناطق اللي حواليه دي، دول نفتالي وزبولون دول الاسباط، هيتبهدلوا. فبيقول كما اهان الزمان الاول الاراضي دي، هيجي زمان اخير تكرم الاراضي دي، يعني يتعوضوا، يعني في اول وفي اخير، ده هنناقش. طريق البحر ابتدى يوصف بالظبط الحتة دي اللي جنب أرض زبولون ونفتالي، اللي جنب الجليل، جليل الأمل هي الجليل اللي عاش فيها المسيح. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح. كان الأول أهانة وظلامة وإيه الحكاية، قلبنا فرايح. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد. كان لما يحبوا يشرح يعني يوصفوا أكبر فرحة، فرحة الحصاد عند الفلاحين، بتبقى بقى أعياد وسهر ورأس وغنى. كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة، لأن نير ثقله
وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان. طبيعي ما حدش فاهم حاجة. نشرح تاني. بص، في الوقت ده بقول لكم أشعيا شاف إن في أيام وحشة قوي جاية على اليهود، خراب ودمار وحرق وموت وسبي، ومش هيقدر يوقف لأن ربنا هينزل بالتأديب على شعبه جامد قوي. عين النبوة الأبعد شافت إيه؟ شافت المسيح جاي وهيتمشى في الحتة دي. هو الجليل ده الجليل اللي عاش فيه المسيح، وهيمشي عند عبر البحر. عشان كده الآية دي غشها متى، إنجيل متى من أول من تاني إصحاح، قال كما قال أشعياء. الآية اللي فاتت دي اللي هي إيه؟ الشعب السالك في الظلمة، دي موجودة في أول إنجيل متى، أبصر نورا عظيما. إذا أشعياء شاف التأديب القريب وشاف الرجاء البعيد، شاف عصا التأديب وقضيب التسخير والذل اللي هيتعرضوا له في الزمان الأول، وشاف الكرم والإكرام اللي جاي في الزمان الأخير لما يجي المخلص ربنا يسوع له المجد، نور العالم ينور على الدنيا دي كلها. إذا أشعياء بيقول إيه؟ بيقول اللي هيتضايق قوي مش هنسيبه في الضلمة على طول، هننور عليه في الآخر. من الناحية التاريخية الشعب اللي اتأدب جامد قوي هم دول اللي اتمتعوا بنور المسيح في الآخر وجالهم المسيح لغاية عندهم. من المعنى الروحي الناس اللي هتتعصر في الدنيا وتدخل في تجارب شديدة وربنا يضيق عليها زيادة لن يكون عليها ظلام، هتنور حياتهم وهتنور أبديتهم وهيعوضهم بطريقته أحلى تعويض. نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره، دعا الشيطان. يعني الشيطان تعب الناس قوي، زل الناس قوي، عصا الكتف وقضيب التسخير يعني زلهم، كسرتهن. هيجي اليوم اللي ربنا يكسر كل التأديبات دي او كل الشغل الشياطين ده، كما في يوم مديان زمان جدعون كسر المديانيين وانتصر انتصار عظيم. تعالوا الاول نراجع حاجة بنقولها كتير بس بنحتاج نفتكرها كتير. معلمنا يعقوب لما اتكلم عن الضيق حطلنا على الأقل 6 بركات أو 6 مكاسب مضمونة. شوفوا بقول مضمونة مع التجارب الشديدة مع الضيقات التقيلة. أول مكسب أساسي الصبر. الصبر درس سنة أولى تجربة، يعني ما فيش حد يتجرب إلا ويتعلم الصبر غصب عن عينه. ما هو مش ممكن يكون موجوع أو متألم أو حزين أو متضايق وتقول له ما فيش سماء، هيشكي هيتذمر هيرفص هيتعلم الصبر. لازم في الاخر هيتعلم الصبر. يقول عالمين ان امتحان ايمانكم، اول كلمه ايه؟ ينشئ صبرا. فاذا انت محتاج تاخد حاجه غاليه قوي اسمها الصبر، والصبر دي مش هتيجي غير بالضيقات، وده كله اسمه ايه؟ لا يكون ظلام، لان الصبر ينور. لما يكون عندك صبر يبقى دخلت كده على السماء. بصبركم تقتنون أنفسكم، يبقى أنت كده ابتديت تشتري نفسك. تاني مكسب كبير تقريبا مضمون في أي ضيقة، التواضع. ده مكسب كبير قوي. ليه؟ أي ضيقة أو تجربة بتذل البني آدم، بتهده، بتنزله تحت الأرض، بتكسر كبرياءه. أي تجربة بتعمل كده، اللي بيبقى شايف نفسه وحاسس انه يقدر ويعمل ويسوي لما يتخبط خبطة جامدة بيبقى زي التراب اللي ماشي عليه بيفوق. فالتواضع لو ما تعلمتوش بالشكر، ما تعلمتوش بالجهاد، ما تعلمتوش بالصلاة، ما تعلمتوش في الطاعة، يجي الألم ده يعلمه لك غصب عنك. مكسب تاني من الضيقات انك تتعلم التواضع. مكسب تالت الإيمان. بركة أخرى من بركات الضيقات أن الواحد إيمانه يزداد. ليه؟ هتقولوا بيحصل عكس كده. لا، في أول الضيقة الإيمان يتهز، ده عادي. لما تيجي أيام صعبة كل اللي واقف كده وفاكر نفسه عنده إيمان يقع ويكتشف أنه ملوش إيمان. مع الصلاة والصراخ والاحتمال والصبر تبص تلاقي الإيمان ابتدى إيه؟ يتولد، يتشد حيله، يبقى في حاجة اسمها إيمان.
يبقى فاكر عنده إيمان. الإيمان الأولاني ده يتكوم على الأرض، ما ينفعش خالص. إنما بسبب الأيام الصعبة تبتدي بقى إيه، بذرة الإيمان اللي بجد تتولد. تاني، الضيقات مدرسة للصبر والتواضع والإيمان. أربع عصر تقريبا برضو نتيجة مضمونة أو مكسب مضمون. ليه؟ لأن الواحد لما بتضيق عليه قوي بيفضل ساعات يعند ويتذمر ويقاوح ويخاصم ربنا، وبعدين ما بيلاقيش مفر غير إنه يصبر. هيعمل إيه تاني؟ مش لاقي، يقاوح ويلخبط في الكلام ويبرطم وبتاع، وربنا ساكت. يفضل ساكت ربنا ويقول له في باله كده، هتصلي يعني؟ هتصلي، لازم تتعلم الصلاة. ودايما هنا افتكر حكاية سنان، لاني حسيت ان ربنا قال له يا نبي صلي، قال له مش مصلي، فقال له هخليك تصلي يعني، انت بقى انا هقدمك يعني. فهو قال له تروح نينوى، قال مش لاعب مش رايح. طب صلي؟ لا مش هصلي. هصلي ازاي وانا بقول لك لا مش هصلي؟ راح بقى ترشيش، ركب المركب ونام. ما هو نام عشان ما يفكرش، ما هو شغلته الصلاه، فمش عاوز يشتغل، مش عاوز يصلي. نام نوما ثقيلا. قام جه الراجل يصحيه بقولت ايه؟ يا اخي قوم صلي. فاكرين الراجل بتاع البحاره ده؟ قال له اختشي، احنا اللي ما نعرفش ربنا بنصلي؟ قام قعد وقال مش هصلي. البحر شغال، ربنا قال له كمل. البحر بيشد ويخبط والريح تشد وتخبط، هم يبصوا لي يا بني ادم صلي، احنا بنموت، مش هصلي. قالوا له طب، عملوا قرعه جت عليه، قالوا له طب نعمل ايه دلوقتي؟ قال اي حاجه الا ان انا اصلي، مش هصلي، ارموني في البحر مش هصلي. شوفوا العند، وربنا في هدوء يقول له هتصلي، هخليك تصلي. رموه في البحر بينتحر يعني، جاب له حوت، ابلع يا حوت، دخله القلايه دي هيصلي. دخل جوف الحوت، انا قلت هتصلي يعني هتصلي. شاف جوف الحوت بيقول صرخت، مش صليت، دي بالعصايه، صرخت من الهاويه، ارحمني يا رب. في اخر الصلاه قال له انا عارف انك بدل قاصد تعلمني الصلاه غصب، يبقى هطلع وانا مش فاهمك، ده احنا يعني دافنينه سوا، بدل ما سبتنيش اغرق يبقى هتعدلني غصب عن عيني. فقال له أعود وأنظر هيكلك، يعني الصلوة الجاية عند الهيكل، أنا عارف. طلع، روح نينوى، نزله عند نينوى عشان ما يتمشاش وما يقوحش تاني. لفها كروتة في يوم وقعد، برضه مش هصلي. وبعدين أول مرة يصلي بعد بقى ما ففكت الحكاية، ده مش بيصلي، ده بيتخانق. قال له أليس هذا كلامي؟ إذ كنت بعد في أرضي؟ إذا علمت أنك إله طيب رؤوف رحيم نادم على الشر، طب خدني بقى. يا جدع أنت عاوز حد تاني ولا إيه؟ يعني زعلان إن نينوى ربنا قبلهم، فبيخبط في ربنا وبيقول كلام ناشف، يقول له كلام أنا طلع صح، طلعت أنت طيب وضحكوا عليك وخلاص. وربنا يسكت ويطلع له يقطينه ويهوي له، طيب برضه هخليك تتعدل. الضيقات تعلم الصلاة، وفي الآخر ظبطوا برضو. إنما أي ضيقة لازم تخلي الواحد يصلي. عشان كده يقول في يعقوب واحد حتة التجربة دي، يقول ومن تعوز حكمة فليطلب، يطلب يصلي. بتعمل كده ليه يا رب؟ صلي. الدرس الخامس أو البركة الخامسة للضيقات إيه؟ المحبة. إيه علاقة المحبة بالضيقة؟ الواحد لما بيبقى في الضيقة في الأول بيكره نفسه، مش بيحب، ده بيكره الدنيا وبيكره نفسه. إنما لما الضيقة بتطول أو بتاخد وقتها بقى، بتعمل علاج غريب جدا، بتخلي الواحد يحس بالناس. هو ما كانش بيحس بالناس قبل كده، لكن لما اتعصر ابتدى بقى يفهم إيه ده، ده الناس كلها تعبانة، ده الناس كلها متعذبة، الناس كلها ليها عذرها، إيه اللي حصل؟ قلبه وسع، الضيقة دي ضيقت عليه بس وسعت قلبه. المدى البعيد تلاقوا أكتر ناس قلبها واسع اللي خدوا على دماغهم تمام في الدنيا.
يعذروا ويقدروا ولسانهم حلو. ليه؟ فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عارف يعني إيه ضيق، عارف يعني إيه غلب. آخر كلمة بقى، آخر بركة، الحكمة. الضيقات تولد الحكمة. الحكمة بقى كوكتيل من ده كله. الحكيم هو اللي اتعلم الصبر والتواضع والإيمان والصلاة والمحبة، ده اللي بقى حكيم. معلمنا يعقوب قال الكلام ده في 4 5 آيات. قال: احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعوا في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر، أما الصبر فليكون لو عملتاه كي تكونوا تامين غير ناقصين في شيء. من تعوزوا حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء سيعطى له، وليفتخر الأخ المرتفع باتضاعه. كل ده موجود، يعني هيتضع هيتضع. أفكركم بالآية: لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. لما تلاقي الدنيا ضاقت قوي قول هتنور، هبتدي انور. قلبك اللي هينور، مخك اللي هينور، مش مهم الدنيا تنور، كانت منوره قبل كده. انما بدل ضاقت يبقى هيحصل استناره. استناره يعني كل الحاجات الحلوه دي هتبتدي بقى تكسب. ارجع لكلمتين تاني في النص. يقول: كما اهان الزمان الاول، وابتدى يقول البلاد اللي اتهانت، يكرم الزمان الأخير. إذا في حاجة اسمها الأول والأخير، زمان أول وزمان أخير. في كل ضيقة لها أول وآخر. أي ضيقة لها بداية ولها نهاية، حتى لو كانت نهايتها عمرك. طب وماله، اسمها خلصت برضه. أي ضيقة لها زمان أول. الزمان الأول مهين، الزمان الأخير كله كرامة. يقول: ليكن كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم ده الزمان الأول سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا في الزمان الأخير أنا غلبت العالم. يقول: سيرا كانوا يسيرون وهم باكون ويعودون بالفرح حاملين حصادهم في الآخر. يعني إيه يا جماعة؟ لما تدخل في أي ضيقة ما تركزش على الأول، ركز على الأخير. آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. اللي يركز في مشكلته النهارده يتخنق، يتخنق، يتعب، يكتئب، يعترض. اللي يركز في المكاسب اللي جايه يفرح. واحد في مرض صعب ومذلول في مرضه، لو فضل يتحسر على نفسه ينهار. لو فضل شايف الأجر الأبدي وإكليل الاحتمال اللي هياخده وثواب ربنا لكل ساعة عدت عليه في مرار يفرح. لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فيه. يقول تاني: خفت ضيقتنا الوقتية، يعني ضيقتنا الوقتية الحالية يعني الخفيفة نسبيا، يعني تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. يبقى الشاطر اللي يركز على التقيل جاي، تقيل اللي ورا. نقطة مهمة تاني: الضيقة تكشف لنا مشيئة الله. ايه علاقة ده بالموضوع؟ ليه بنقول لتكن مشيئتك في الموضوع ده؟ لأن ساعات الواحد يكون واخد في وشه وعمال يخبط في الدنيا والدنيا بتخبط فيه، ويتجوز ويربي عيال ويجيب فلوس ويطلع وينزل، وهو مش فاهم ربنا عاوز منه ايه، أو مش مركز هي ايه ربنا مشيئته في حياته، مش مركز. طبعا ربنا مشيئته واضحة عند كل الناس، أو يعني ثابتة، اللي هي يريد أن الجميع يخلصون. وفي مشيئة خاصة بكل شخص هي رسالة الشخص. هو لا مركز في يخلصون ولا مركز في رسالته، هو بيخبط في الدنيا والدنيا بتخبط فيه. ربنا يقول ما بدهاش، ما بدهاش. أنا عاوز أشرح له بقالي 50 سنة اللي أنا عاوزه منه قبل ما يخلص العمر وتخلص الفرصة. طيب نضيق، تيجي بقى ايه خبطة ولا التانية ولا التالتة، يبتدي يرفع عيني يقول له مش فاهم حاجة. يقول له ما انت بقى لك 50 سنة مش فاهم حاجة، تعال فهمك اللي كان المفروض تفهمه من بدري. انت اتخلقت ليه وموجود في الدنيا ليه؟ مش عشان تخبط في الدنيا والدنيا تخبط فيك، مش عشان تجيب فلوس، عشان تركز على السماء وتجيب ناس معاك السماء. الباقي ده كله كلام فاضي. الضيقة تكشف للإنسان غرض الله، مشيئة ربنا.
ناس كتيرة كانت بعيدة خالص عن مشيئة ربنا، تايهة لغاية ما الدنيا ايه عدلتها، فابتدت تشوف ايه اللي انا عايشه ده، ايه اللي انا بعمله ده، ايه اللي انا بجري فيه ده. قل قد اشتريتم بثمن فلا تصير عبيدا للناس. كفاية جري ورا الناس، انت تدفع فيك ثمن غالي. ايوب يقول بسمع الاذن سمعت عنك. ناس كتيرة تقول كده في التجربة، انا كنت اعرف ربنا معرفة نظري، الدين عندي او التدين كان او فكرة شوية التزامات، انما بعد الايام الصعبة بقيت حاجة تاني وشفت حاجة تاني. يوسف العفيف، يوسف ابن يعقوب، او يوسف ده من اكتر الشخصيات اللي ربنا سواها. ويوسف مش فاهم حاجة، ابوه بيدلعه، طب ذنبه ايه يدلعه؟ جاب له جلابيه ملونه، خد على دماغه، اترمى في السجن. لا الاول كان عبد ماشي زي الفل، مراته ضيعته سجنته، دخل السجن ماشي زي الفل، حد بقى كبير ورئيس سجن او يعني مدير سجن، اترقى قوي وبقى ايه كبير مساجين. يعني ايه ده؟ ليه يا رب بيحصل ده كله؟ مفيش اجابة، ليه ربنا بيعمل في ده كله؟ انا وعلى فكرة ده احسن واحد في اخواته، ده الوحيد اللي ايه ماسك في ربنا. طب انا امسك فيك، انا الوحيد اللي اتضرب واتخبط؟ اخوات ال11 مالهمش في ربنا فعلا كده، الاسباط ال11 اسوأ من بعض، احسنهم يوسف. يوسف بالذات هو اللي ايه اتسوى من عبد الى سجين. طب ليه ده كله؟ وبعدين الضيقة تكشف له مشيئة ربنا. ربنا بعد 20 سنة ذل يوشوش يقول له هقول لك عملت فيك كده ليه؟ عشان انت هتبقى مخلص العالم، هتيجي مجاعة كل الناس هتموت بما فيهم اخواتك وابوك، لكن دلوقتي انت اللي هتنقذ اخواتك وابوك والدنيا كلها، وملهاش سكة تاني غير كده. كان لازم تبقى عبد، كان لازم تبقى سجين، كان لازم تتذل، كان لازم تتظلم، كان لازم ده كله عشان تبقى ايه تعرف انا عاوز منك ايه. ويطلع يوسف مرة واحدة يبقى الرجل الثاني على مصر، مخلص جيله، شبه المسيح، حاجة تاني خالص. ايه ده بقى؟ الضيق يكشف لنا مشيئة الله، الضيقة بتكشف الخطة. فمن غير الضيقة كان يوسف ده اتنسى وبقى واحد من الأسباط اللي احنا ما نفرقش يعني فرقوش معانا. عشان كده لما جم في آخر حياته يعقوب مات ودفنوه، فبصوا لبعض قالوا بس يوسف هيستفرد بينا ويطلع على 20 سنة من عينينا، لأنه يعني ذلناه بصراحة. فراحوا قالوا له إيه، أبوك قبل ما يمشي وصانا، قال يا يوسف إخواتك في عينيك. فبكى، صعب عليه، قال لهم انتوا خايفين مني؟ انا مستغرب ازاي شايفينها كده. انتم قصدتم لي شرا ولكن القصد الرب قصد به خيرا. انتوا فعلا قصدتوا شر، بس ربنا رتب كل حاجه حلوه قوي. يعني انتوا ليكوا دور، بس في دور تاني اكبر، ما كانش ممكن تعملوا اللي في اللي عملتوه ده من غيره، هو سمح لانه كان له خطه انتوا ما كنتوش فاهمينها ولا انا كنت فاهمها. الرب قصد بهذا الشر بتاعكم خيرا، لهم عشان الناس تعيش، ليحيي شعبا كثيرا، دي مشيئة ربنا الكاملة. إذا الضيقات بتكشف لك إن ربنا عاوزك في السماء، وعاوز ولادك معاك في السماء، وعاوز كل اللي حواليك في السماء، ومن غير ضيقات ممكن ما توصلش، لا أنت ولا اللي حواليك. الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. لما الواحد بتضيق عليه ويتخنق قوي النور يقرب وفجأة الحكاية تنور. في ناس كتيرة ما شافتش نور ربنا غير جوه الضيقات بأي شكل بقى، مش لازم رؤى ولا يعني أحلام، لما تعزيات وأفراح، على الأقل الدنيا اتوزنت في نظرهم بعد ما كانت كبيرة قوي بقت قد كده، فكده يبقى ايه النظر اتصلح. ده كل ده من الضيقات تعمل كده، الضيقة تظبط لك الفيجن. بعد ما كنت شايف الدنيا دي حاجة كبيرة والناس دي حاجة تخوف والفلوس دي مش عارف ايه، كل ده شيش بيش، مش فاهم حاجة ومش شايف حاجة، تتعادل كل ده بالضيقات.
يقول الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. يبقى الضيقة بتفتح العين، لما تفتح العين بتحاول الضيقة تخليك ما تشوفش غير المسيح بس. ربنا ساعات يفضل يضيق 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 لغاية ما تبقى مش شايف غير المسيح. برضه في حكاية قريتها زمان قوي فعلا وأنا طفل لغاية دلوقتي بفتكر، كتب هندي كده كانوا بيترجموها عربي زمان. قال إيه واحد بيعلم ابنه النشان، والنشان كان زمان بالسهم كده، وجايب بقى صف طابور من العيال بيعلمهم، ويمسك كل واحد الرمق بتاع ده القوس ده، وبعدين ايه حاطط لهم تفاحه يعني مشاور على تفاحه في الشجر، فيسال الاولاني يقول له شايف ايه؟ يقول له شايف الجنينه وشايف الشجر شايف، يقول له طب اركن اركن، يقول له مش هضرب، يقول له لا ما تضربش. اللي بعده يمسك القوس وينش، شايف ايه؟ يقول له شايف الشجره وشايف مش عارف ايه، يقول له اركن. لغايه ما واحد قال له شايف ايه؟ قال له شايف التفاحه. قال له شايف ايه تاني؟ قال له ولا حاجه، قال له اضرب. فهمت المعنى؟ شايف ايه تاني؟ قال له ولا حاجه، قال له انت هتجيب صح اضرب. اقصد ايه؟ ربنا يفضل يقول لك ارك لسه ارك لسه لغايه ما تقول له، يقول لك شايف ايه؟ شايف ربنا. شايف ايه تاني؟ ولا حاجه. خلاص كده كده انت استفدت، كده اتعلمت النشاه. لما تقول له ما عدتش شايف غير ربنا، دي بركة الضيق، مش شايف غيره. أو ربنا عصر في يوسف لغاية ما بقاش شايف غيره، قال له كده خلاص تخلص بقى الضيقة وتنتهي على خير، لأنك خلاص عينيك اتعودت تشوف ربنا في كل حاجة. يقول اكتنفتني حبال الموت، أصابتني شدائد الهاوية، كبت ضيقا وحزنا وباسم الرب دعوت. آه يا رب نجي نفسي. يبقى الضيقة تزنق تزنق تزنق، ويبقى الواحد يقول آه يا رب مفيش غيرك أكلمه، خلاص ما بقاش شايف غير ربنا، مفيش حد سامع له غير ربنا. نفس المزمور يقول لماذا كثر الذين يحزنوني، كثيرون قاموا علي يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. أنت يا رب أنت هو ناصري، أنت مفيش غيرك يعني. خلاص لما تزن قوي يبقى مفيش غيرك أنت. مجدي ورافع راسي بصوت للرب صرخت فاستجاب لي، ابتدت تفك، انا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، الرب ناصري لا اخاف. اختم بقصه عن ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم زمان من المرات اللي شاف فيها المسيح، ربنا اداله ميعاد قال له بكره نتقابل يا ابونا ابراهيم، كانوا اصحاب. فابونا ابراهيم قال ايه نجيب ذبايح بقى ونستقبل ربنا استقبال رسمي شويه، فجاب طابور ذبايح كذا نوع من الذبايح، منهم حمام ومنهم بهايم ومنهم مش عارف كذا نوع، وبعدين قسمهم في النص عشان قالوا هنتفق بكره على اتفاق، فقال نعمل زي العهد اللي بين الشعوب كده. عمل الشغله دي الصبح بدري ربنا ما جاش، قعد للظهر ربنا ما جاش. ابونا ابراهيم راجل كبير قام نعس هو مستني ربنا، فجاءته غيمه لما صارت الشمس الى المغيب، هو دابح واقف قاعد مستني وارتعب من الوقف، والدنيا بتغيم من الصبح وهو مستني ربنا يجي، وربنا متأخر عن الميعاد. فوقع على ابرام سبات واذا رعبة مظلمة عظيمة وقع عليه، فقال لابرام اعلم يقينا نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم، ويستعبدون ويذلونهم 400 سنة، بعد ذلك يخرجون باملاك جزيلة، اما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبة صالح. حكى له ايه اللي هيحصل بعد منه، شوفوا قد ايه بقى سر الله لخائفين نصحبه، فقال انت هتكون مت من بدري، بس انا بقول لك ولادك هيحصل لهم ايه على دخول اليهود في مصر والعبوديه اللي هيشوفوها. ثم غابت الشمس وصارت العتمه، واذا تنور دخان يعني عمود سحاب جاي اللي هو هيمشي مع موسى بعدها ب 400 سنه، هو نفسه العمود ده، ومصباح نار نفس العمود اللي كان ماشي معاهم بعدها بقى بكثير اللي هو المسيح نفسه، يجوز بين تلك القطع. القطع يعني ايه؟ عد بين الذبيحة كده عشان يقول له انا قابل منك الذبيحة، انا مقدر تعبك طول اليوم ده. وقطع الرب مع ابرام ميثاقا لنسلك اعطي هذه الارض. انا اقصد ايه بالكلام ده؟ في الضلمة ابونا ابرام عمل حاجة حلوة،
فضل من الصبح لليل مستني ربنا، مش شايف حاجة، تعب، ما قدم الذبيحة إلى أن أتى النور. لما تبقى ربنا شادد عليك، مفيش غير الصلاة والانتظار، تفضل تصلي، تقدم الذبيحة، تنتظر الرب، تقوى، يتشدد قلبك وانتظر الرب، هيجي، لازم هيجي، بس هو بيجي متأخر، ساعات يجي وانت خلاص على آخر نفس، بس هيجي. ولما يجي هتلاقي ان كل حاجة محسوبة تمام، وان الحكاية يوم معد خلاص، مفيش حاجة، حتى لو تعبت في اليوم ده هيعدي. اختم تاني واقول الاستنارة في التجارب، افكركم باللي قلته، تحتاج الى عشان الواحد في اي ضيقة يطلع بافضل فايدة ممكن، يتمتع بالمكاسب، اتعلم الصبر، بطل مقاوح. لما تيجي ضيقات، طول ما انت في وضع المقاوحة والتذمر يبقى لسه ما كسبتش حاجة، لسه مخسرة معاك. خلص بقى المرحلة دي عشان تبتدي تكسب، فاهمين ازاي؟ طول ما انت مقاوح ومتغاظ وزعلان وبتخبط كده وترفس، اوكي مفيش مكاسب، خلينا لغاية ما توطي راسك وتقول له خلاص حاضر هستحمل، ايوه كده نبتدي نكسب. وده يوصلنا للجهاد. جهاد يعني في الضيقات مفيش غير الصلاة، صلي كويس، نادي على ربنا، اصرخ مع الصلاة، اطلب حكمة، يا رب اديني حكمة اعمل ايه وما اعملش ايه، استحمل ازاي. طيب مع الحكمة تأكد من اتضاعك، حاسب اول ما قلبك يتنفخ هتطول، ها اول ما تلاقي نفسك شايف نفسك شوفة اعرف انها هتطول، انت حر، فخليك تحت عشان ما تطولش، هتتواضع قوي هتخلص بسرعة، هتفضل شايف روحك، يبقى ربنا يقول للملائكة استنوا شوية، استنوا عليه شوية، ما تفكوهاش دلوقتي. صدق ان ربنا بيعمل الصح، مع كل ده ثق، الايمان اوعى تتهز، كله محسوب وكله ليك مش عليك. في الاخر اتعلق بالسما، ما تتعلقش انها تخلص هنا، ما تتعلقش انك ترتاح هنا، ما تتعلقش انك تكسب هنا كتير، خليك متعلق انك تكسب هناك، ان مهما حصل ما تضحش منك السبب، قول له رب انا سلمت، خد اي حاجة بس ما تاخدش مني السبب. لإلهنا كل مجد وكرامة له.